امامي هنا الان، وعن حركه المرور، فحركه المرور تسير بشكل طبيعي في شارع جامعه الدول العربيه في ميدان سفنكس في جميع الشوارع الفرعيه هنا الان. نعم. طيب ولا الحديني من منطقة المهندسين في محافظة الجيزة، وقد أفادت بعودة الهدوء أو استمراره في المنطقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أمام قصر الاتحادية مراسل النيل منذر أبو دوح. منذر، يعني ذكرت لنا منذ حوالي ساعة ونصف أن الأعداد في تزايد أمام قصر الاتحادية للاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة. نعم بالفعل، كما تتابعون خلفي ازدادت الاعداد عما كانت عليه في ظهر اليوم وفي الرسالات الماضية، وكما تسمعون الان وتشاهدون تستمر الاحتفالية من خلال الفرق الموسيقية الخاصة بالجيش والتي ترسل اغانيها، ويتجاوب معها المواطنون الذين جاءوا للاحتفال بثورة 25 يناير ويرفعون اعلام مصر مرفرفة. ومع مرور الوقت تزداد الاعداد وتزداد اعداد المواطنين الذين جاءوا امام قصر الاتحادية للاحتفال بثورة 25 يناير، وبتواجد امني مكثف من قبل قوات الشرطة والجيش، والتي اوجدت الان حواجز في منطقة الاحتفال تقوم بتفتيش المواطنين للاطمئنان والتأكد من خلوهم من اي ادوات تضر بالاحتفالية اليوم. هناك بعض الاكمنة متواجدة في عدة شوارع في محيط قصر الاتحادية، وكذلك منطقة ميدان روكسي لتأمين الاحتفالية، وكذلك لعدم حدوث او الاطمئنان لعدم حدوث اي ما يضر هذه الاحتفالية اليوم. تتواجد اعداد كذلك في الشوارع الجانبية من المواطنين يرفعون اعلام مصر، وبعض المواطنين اصحاب الشقق المطلة على شارع الاتحادية والمناطق خلف قصر الاتحادية استخدموا شرفات المنازل باستخدام من خلال الدي جي واطلاق الاغاني الوطنية، ويتفاعل مع المواطنون ويرفعون علم مصر ويحيون ثورة 25 يناير من خلال تجاوبهم مع الاناشيد الوطنية، وكما تتابعون خلفي مظاهر الاحتفال الرائعة امام قصر الاتحادية. نعم منذر، هل توجد اي انباء عن اي مسيرات خاصة باعضاء تنظيم الاخوان الارهابي في محيط قصر الاتحادية او ستصل الى هذه المنطقة؟ الى الان لم تردنا اي انباء بخصوص وصول اي مسيرات. كانت بالامس هناك اخبار على ان هناك ستكون مسيرات من قبل جماعة الاخوان المسلمين باتجاه قصر الاتحادية، لكن الى الان لم تصل اي مسيرات، لم تأتنا اي انباء عن قدوم اي مسيرات. وكما تتابعون واستمعت اثناء رسالتي، هناك طائرات الهليكوبتر التابعه للقوات المسلحه وطائرات الاباتشي التي تجوب منطقه قصر الاتحاديه لتامين المواطنين، معهم جنود القوات المسلحه وجنود الشرطه الذين يقومون بتامين المنطقه خوفا من اي اعمال ارهابيه من الممكن ان تحدث. نعم منذر ابو دوح مراسل النيل من امام قصر الاتحاديه، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه مباشره من هناك، شكرا جزيلا لك. واصلت قوات الجيش اغلاقها الكامل لكافه الشوارع والمحاور المؤديه الى ميداني رابع العدويه والتحرير امام حركه المرور، وذلك في اطار خطه تامين الاحتفالات بذكرى يناير. وفي الوقت نفسه شددت قوات الامن بالتعاون مع القوات المسلحه اجراءاتها التامينيه في محيط ميدان النهضه تحسبا لتظاهرات انصار الاخوان الارهابي، واعلقت القوات الميدان امام حركه المرور في الوقت الذي انتشر فيه عدد من افراد العمليات الخاصة على مداخله ومخارجه. يأتي هذا بينما تمركز عدد من الآليات العسكرية على امتداد الشارع المؤدي لوزارة الدفاع من ناحية جامعة عين شمس. من ناحية أخرى، أعلنت الأجهزة الأمنية تعزيز الخدمات الأمنية خاصة أمام مديريات الأمن بجميع المحافظات والمباني الشرطية، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مديريات الأمن خاصة الجيزة والإسكندرية والسويس والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط، وأيضا فحص السيارات المشتبه بها، إضافة إلى انتشار ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية أمام مديريات الأمن واستدعاء جميع الضباط والأفراد وإعلان حالة الاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية، وكذلك تفعيل الحالة جيم على مدار يومي الجمعة والسبت.
فرقت قوات الشرطة مسيرة لأنصار جماعة الإخوان في شارع مكرم عبيد بمدينة نصر باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وتجمع أنصار الجماعة الإرهابية أمام السراج مول بمكرم عبيد مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة قبل أن يرشقوا القوات بالحجارة، فردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. قالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها اليوم إن التفجير الإرهابي الذي حدث بجوار معهد مندوبي الشرطة بعين شمس قد أسفر عن وقوع مصاب واحد ولم يسفر عن وقوع وفيات. من جانب آخر، كلف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية كلف فريقا من النيابة العامة بالانتقال إلى مقر حدث التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم أمام معهد مندوبي الشرطة بمنطقة عين شمس. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ميدان التحرير أحمد أبو الحسن. أحمد، ما هي تطورات الأوضاع لديك في ميدان التحرير؟ نعم، ما زال ميدان التحرير يستقبل المصريون الوافدون إليه الذين يرغبون في الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. كما نشاهد ميدان التحرير بدأ يتكدس بالمواطنين الذين حضروا في هذا اليوم العظيم، تملأهم الفرحة الكبيرة بالاحتفال بهذا اليوم العظيم للذكرى الكبيرة وهي ثورة 25 يناير. المواطنون يحملون أعلاما ويحملون لافتات مؤيدة للقوات المسلحة وللشرطة. هناك بعض يعني الفرق الموسيقية التي تتواجد على المنصة الكبيرة التي تم إقامتها بميدان التحرير. كانت هناك بعض الفرق الموسيقية، أولا الفرق العسكرية قدمت عروضا عسكرية أبهرت المواطنين الذين كانوا يعني يتواجدون أمام المنصة، وأيضا هناك بعض الفرق الفنية الأخرى والاستعراضات الأخرى. نشاهد أيضا أن الطائرات العسكرية يعني التابعة للقوات المسلحة المصرية تحلق في سماء ميدان التحرير احتفالا بهذا اليوم العظيم، ومشاركة للشعب المصري في احتفالاته بهذا اليوم من يعني اليوم 25 يناير. ايضا نشاهد ان الشوارع الجانبيه يعني وهي مداخل ميدان التحرير قد امتلأت تماما بالمواطنين الذين حضروا او يريدون الحضور الى ميدان التحرير في هذا التوقيت. منذ بداية الساعات الأولى لهذا اليوم بدأت تتوافد يعني يتوافد المواطنون إلى هذا الميدان. حتى هذه اللحظة بدأت الأعداد تتزايد بشكل كبير جدا، يعني كما شاهدنا وكما سمعنا من المواطنين الذين حضروا للاحتفال هم يرددون هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، ومن هذه الهتافات الشعب يريد إعدام الإخوان، وأيضا يرددون هتافات أخرى لمطالبة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة. هذه هي يعني معظم أو هذه هي بعض المطالب بعض الهتافات التي يرددها المواطنون بميدان التحرير. يعني كما ذكرنا أعلام وهتافات وفرحة عارمة يعني تجتاح العديد تحت الكل أو معظم الشعب الذي حضر إلى هذا الميدان، وأيضا يوجهون رسالة إلى كل العالم بأن الجيش والشرطة والشعب يد واحدة في الاحتفالات وفي كل المواقف. يأتي هذا يعني التوافد الكبير أيضا من قبل المصريين إلى ميدان التحرير رغبة يعني متزامنا هذا التوقيت مع يعني بعض العمليات الإرهابية التي حدثت أمس في معظم المنشآت الحيوية الخاصة بالدولة، ردا على هؤلاء المخربين في الدولة بأن القوات المسلحة والشرطة والشعب يد واحدة، وأن المصريين بأن أيضا المصريون سوف يستمرون في ثورتهم حتى تتحقق جميع أهدافها أيضا. نعم. ويتم تحقيق خارطة الطريق أيضا. نعم. أما إذا تحدثنا عن الوضع الأمني في ميدان التحرير فهذا الوضع الأمني لم نراه قبل ذلك في الاحتفالات السابقة، حيث أن الوضع الأمني مشدد تماما بالاشتراك والتعاون بين القوات المسلحة وقوات الشرطة التي تشكل تأمينا كاملا لميدان التحرير والشوارع الجانبية لمداخل ومخارج هذا الميدان بشكل قوي تماما من تكثف يعني من وجود مكثف للقوات
القوات المسلحة للأفراد والشرطة والضباط والجنود ودبابات وسيارات. نعم. بالأسلاك الشائكة هناك بعض الأبواب كانت منذ الصباح مفتوحة فقط لدخول المواطنين وهي ثلاثة منافس فقط يمر المواطن من خلالها على بعض يعني الأبواب الإلكترونية حتى يتم الكشف عن المعادن حتى لا يوجد أو لا يتم نعم. وجود أي شيء. نعم أحمد أبو الحسن مراسل النيل من ميدان التحرير، شكرا جزيلا لك. محاولات يائسة توصف بالرمق الأخير لجماعات العمل في الظلام أو التنظيم الإرهابي الذي لا يدخر جهدا لتعكير صفو الشعب المصري بما حققه من أولى ركائز خارطة المستقبل وهو الاستفتاء على الدستور. أهالي مدينة عين شمس استيقظوا على دوي انفجار بعبوة ناسفة محلية الصنع مستهدفة معهدا لمندوب الشرطة. مصدر أمني بوزارة الداخلية أكد أن الانفجار محدود ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، مشيرا إلى أنه أسفر عن حدوث ثقب صغير في سور المعهد. في الوقت نفسه وصل خبراء المفرقعات عملية تمشيط المنطقة بالكامل باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية بعد أن تمكنوا من إبطال مفعول قنبلة أخرى بمحيط الحادث. وفي تحد صارخ لهذا العمل الإرهابي توافد المئات من أهالي منطقة عين شمس على محيط الانفجار ورددوا الهتافات المؤيدة للقوات المسلحة والشرطة والمناهضة لتنظيم الإخوان فيما حاولت قوات الأمن إبعاد المواطنين تحسبا لوجود قنابل أخرى. إن ده إجرام وإرهاب وناس لا تعرف ربنا ولا عندها دين ولا ضمير عشان الناس تصلي الفجر وتطلع تموت في الناس تبقى نال الظلمة. وبحسب شهود عيان فإن ملثمين اثنين كان يستقلان دراجة نارية قام بإلقاء قنبلتين إحداهما بجوار المحاول المتواجد أمام المعهد والأخرى أمام البوابة الرئيسية له وقام الأهالي بمطاردتهم لكنهم لم يتمكنوا من القبض عليهم. ناس ما عندهمش لا دين ولا ملة ولا أي حاجة عشان خلقهم يعملوا اللي بيعملوا ده ليه عايزين إيه الناس دي أنا مش عارف. التهديدات المتواصلة لعناصر التنظيم الإرهابي أصبحت لا تجد مكانها في نفوس المصريين فهي لا تزيدهم إلا ثباتا وتماسكا وحبا للوطن ولفظا لكل من يهون عليه مصر ويستبيح دماء الأبرياء من أجل الوصول لغاية رخيصة. عماد العزالي النيل. هلا. وقد رصدت كاميرا النيل آراء بعض المواطنين الذين احتشدوا عقب التفجير الإرهابي وأعربوا عن غضبهم إزاء تلك التفجيرات. نتابع. وإحنا مش هيمنا من الإرهاب، إحنا الحمد لله شعب مصر شعب قوي، إيش جيش وشرطة وشعب إيد واحدة، جيش وشرطة وشعب إيد واحدة، جيش وشرطة وشعب إيد واحدة. ما سمعت القنبلة واللي حصل طبعا ما قدرتش اقعد، نزلت.